بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وأسبوع جديد، أول يوم في أيام الأسبوع الجديد، وحلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 من الميلاد. الحلقة النهاردة دسمة وساخنة وفيها أخبار وتطورات ولقطات وأفكار وتعليقات نار، بس طبعا 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 في البداية لازم كل شيء يتراجع ونتقدم من خالص القلب، ومن خالص القلب وباسم كل العاملين في شبكة تلفزيون النهار، وباسم الإعلام المصري، وباسم الشعب المصري، وباسم الدولة المصرية كلها، إلى الشعب الكويتي الشقيق بخالص المواساة والتعازي القلبية في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح هذا اليوم. قلوبنا مع الكويتيين ودعواتنا للمغفور له بإذن الله أنه يتبوأ مقعده في الجنة. الشيخ نواف كان من خيرة الرجال، وكان من خيرة الزعماء والأمراء، وكان داعما جدا جدا لفكرة العروبة، وكان دايما عميد وأستاذ في فن الدبلوماسية الهادئة. والحقيقة هذه هي المدرسة الكويتية بصفة عامة. طبعا الشيخ نواف، ولا نزكي أحدا على الله، وبين يدي الله دلوقتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالمغفرة والرحمة وأن يلهمه الثبات عند السؤال. لكن الحقيقة أن الكويت وأمرائها على مدار العصور مثال للعروبة وللقومية وللإخلاص وللهدوء والحكمة في الأفعال. ما عندهمش ضوضاء ولا ضجيج، ولا يحبوا يخشوا في صراعات، ولا يحبوا يخشوا في مصالح على حساب أحد. الحقيقة طول الوقت الكويت قيادة وشعبا من الأمثلة الرائعة للعروبة. ولما الواحد يقول كلمة شقيق عربي، كلمة شقيق عربي أول ما يتبادر إليه في الذهن طبعا بالنسبة لنا احنا كمصريين هو الكويت والشعب الكويتي والقيادة الكويتية والحكومة الكويتية. الحقيقة لما بنسافر الكويت الإخوات في والإخوان في الكويت، مش عايز أقول لكم، بيشيلونا على الرأس، بيحبوا كل ما هو مصري وكل ما هوا مصري وكل ما له علاقة بمصر بشكل الحقيقة يخليك تحس أن أنت مش في بلدك التاني، أن أنت في بلدك بجد. كل الحب وكل التحية وكل المواساة وكل التضامن وكل الدعم للشعب الكويتي الشقيق في مصابه الجلل، وكل الرحمة والمغفرة بإذن الله لسمو الشيخ نواف، وأنتم السابقون ونحن بإذن الله من اللاحقين. حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3 جمادى الآخر 1445 16 ديسمبر 2023، عن عمر نهز 86 عاما. توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة. الشيخ نواف الأحمد هو الأمير 16 لدولة الكويت، والسادس منذ استقلال البلاد عن بريطانيا، وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. تولى منصب ولي العهد على مدى 14 عام، إذ أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح قراراً بتزكيته في 7 فبراير عام 2006، أي بعد أسبوع من تولي الأمير الحكم، وبايعه أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة حسب ما ينص دستور البلاد. ولد الشيخ نواف في 25 يونيو 1937 في فريج الشيوخ، موقع مجمع المثنى حالياً بمدينة الكويت. نشأ وترعرع في قصر دسمان الذي كان بيت الحكم في عهد والده الأمير أحمد الجابر. تلقى تعليمه في المدارس النظامية بالكويت، ومن بينها المدرسة المباركية. تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظاً عام 1962 ولـ16 عام،
ثم وزيرا للداخلية عام 1978 إلى عام 1988 حتى تولى وزارة الدفاع، وقادها خلال أشهر الغزو العراقي السبعة والتي انتهت بتدخل الولايات المتحدة على رأس تحالف عسكري في حرب الخليج الثانية عام 1991. وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، كلف الشيخ نواف بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني في عام 1994 قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003، إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006. تولى إمارة البلاد إثر وفاة الشيخ صباح الأحمد الذي ترك بصمة واضحة في الداخل، كما كان له دور كبير على صعيد السياسة الخارجية، حيث لعب دور الوساطة في الأزمات الإقليمية، ولقب بشيخ الدبلوماسيين العرب وعميد الدبلوماسية العربية والكويتية. أسندت الإمارة إلى الشيخ نواف في 29 من سبتمبر من عام 2020، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في اليوم التالي. جاء توليه الإمارة في وقت كانت تشهد فيه منطقة الخليج تغيرات كبرى داخليا، كانت تواجه الأمير تحديات كبيرة من بينها محاربة الفساد والخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة ومواجهة أزمة وباء كورونا، فضلا عن إيجاد حلول أزمة العجز في الميزانية واختيار ولي عهد جديد والمطالبات بالعفو عن المتورطين في حادثة اقتحام مجلس الأمة وخلية العبدلي التي أدينت في عام 2017 بالعمل لصالح إيران وحزب الله. وبعد نحو أسبوع من توليه الإمارة أنهى الشيخ نواف التكهنات بشأن ولاية العهد، حيث أصدر مرسوماً يقضي بتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد، وهو الأخ غير الشقيق للشيخ نواف والشيخ صباح. وعلى صعيد السياسة الخارجية، واصل الشيخ نواف نهج سلفه الشيخ صباح، حيث نجحت جهود الوساطة التي كان قد بدأها الأخير في المساعدة في حل الأزمة الخليجية وإنهاء مقاطعة قطر من قبل الثلاثي الخليجي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، بعد التوقيع على اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة مطلع عام 2021. وشهد العام الأول لولاية الأمير نواف محاسبة مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد. غفر الله لأمير الكويت الراحل، المغفور له بإذن الله، وألهم الشعب الكويتي جميعا الصبر والسلوان، وعظم الله أجرهم. ننتقل إلى المصاب اليومي والفاجعة اليومية والظلم اليومي والقهر اليومي والعدوان اليومي. ننتقل إلى غزة. في الحقيقة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. غزة تباد، والشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية يصفى ويقتل ويغتال ويعتقل ويهان ويذل ولا أحد يتكلم. كل المرادفات اللي أنا بقولها لحضراتكم تحدث يوميا في الضفة وفي القطاع، عشان ما حدش بس يبتدي يتكلم عن إن إحنا بنقول إن العملية الإسرائيلية في غزة. لا، العملية الوحشية القمعية الإسرائيلية في غزة وفي الضفة تشمل كل أراضي فلسطين المحتلة كلها بلا استثناء، هي عملية إبادة وعملية وحشية لا علاقة لها بالكذب والادعاء الإسرائيلي بأن اللي بيحصل عملية عسكرية في غزة تطهيرا وتخليصا لغزة من حماس. كذب وافترى وبكش وصفاقة ما بعدها صفاقة. والغريب ان في ناس مصدقة. العجيب ان في جزء من العالم الغربي ومن الحكومات الغربية عايزة تصدق. لو شغلوا عيونهم وشافوا المشاهد اللي كل العالم بيشوفها هيتأكدوا من الكذب الاسرائيلي، يتأكدوا ان العملية دي ملاش علاقة بحماس ولا متمركزة في غزة، وان كل الشعب الفلسطيني بيدفع التمن، وان اللي بيحصل كل ساعة مش كل يوم كل ساعة جريمة حرب. لازم اذا كان الغرب بيقول على حماس جماعة ارهابية، فلو عندهم ذرة انصاف
لو عندهم ذرة انصاف لازم يقولوا على حكومة اسرائيل وكل من هو عضو فيها بداية من نتنياهو الى اصغر عضو فيها ان ده مجلس وزراء حرب ارهاب. مجلس وزراء حرب ارهابي. ده لو في ذرة انصاف، لو في حد بس مفتح عينيه وشايف، ما بالك بقى كمان لو اعملوا عقلهم فحيتأكدوا ان هم مشتركين في هذا الظلم وايديهم متلطقة بنفس الدم. ايديهم متلطقة بنفس الدم اللي متلطق بيه ايادي الجنود اللي بيقتلوا بشكل مباشر. خدوا بالكو، القتل فكرة مش تنفيذ. القتل والاغتيال والتعذيب والاهانة والاعتقالات والضرب والحاجات اللي احنا شايفينها دي فكرة. اللي بينفذ ده اخر حلقة في السلسلة، لكن اللي بيصدر القرار شريك وصانع اساسي، واللي سمح له يصدر القرار شريك وصانع اساسي، واللي ساكت على الظلم شريك وصانع اساسي. اوعى تفتكر ان الجندي الاسرائيلي او الصهيوني اللي في الشارع ده هو بس اللي شايل الليلة، لا، كلكم شايلين الليلة، كلكم الا من استبرأ لدينه وعرضه. الكل مشارك والكل آثم والكل ايديه ملطخة بالدم والكل سيحاسب، الا من استبرأ لدينه وعرضه وذمته. الا اللي طلع ويقول ده ظلم، على الاقل هذا اضعف الايمان، ان انت تقول بس للظالم انت ظالم، تقول للقاتل انت قاتل، تقول للحق ايوه انت معاك الحق حتى لو كان الظلم بين. فانا ادعو كل الشرفاء في العالم ان هم يستبرئوا لذمتهم ولدينهم ولاخلاقهم ولعرضهم، على الاقل يقولوا كلمة الحق. اذا لم تكن قادر على صنع التغيير، اذا لم تكن قادر على وقف الظلم، فعلى الاقل يا اخي لا تشترك فيه عجزا وصمتا، لا تشترك فيه صمتا وعجزا، على الاقل قول الحق. كل حكومة وكل رئيس حكومة وكل قيادي وكل شخصية عامة في الغرب قبل الشرق شايف الظلم وساكت، هو شريك في الجريمة، شريك متساوي بنصيبه في الجريمة. اللي بيحصل مأساة إنسانية ما حصلتش، واللي حصل النهاردة تحديدا في مستشفى كمال عدوان انا مش عارف اسميه ايه، مش لاقي له وصف، لانه تخطى فكرة جريمة الحرب. تخيلوا لما يبقى مستشفى وساحته، ساحة المستشفى اتضرب واتقصف، فساحة المستشفى فيها خيم، خيم الناس نايمة فيها، المرضى نايمين فيها، فتدخل الدبابات والجرافات الاسرائيلية تدهس الخيم، تدهس الخيم باللي فيها وتدفنهم احياء. الدبابات والجرافات الاسرائيلية تدخل على ساحة مستشفى كمال عدوان و تشيلهم كده مع الارض شيل بالخيم بمن فيها وتدفنهم احياء. وزارة الصحة الفلسطينية النهاردة بيقولوا ان في اكتر من 20 شخص دفنوا احياء في ساحة مستشفى كمال عدوان. بصوا المنظر، بصوا الصورة، بصوا الجرافات دي كانت مباني، دي اللي انت شايفينها تحولت الى ركام ورمل وخراب، دي كانت مباني مستشفى. الجرافات والدبابات الاسرائيلية سوت الكل بالارض، سوت الارض بالارض، مش حتى اديتهم انذار، مش اخلتهم الاول، لا، المرضى اللي فيه سوي موت. فوصلنا كمان الى فكرة الدفن للاحياء وهم احياء. انا قلتلكوا قبل كده من شهر ونص، من بداية العملية، ان اسرائيل مش هتسيب صنف واحد في المنيو بتاع الجرائم مش هتعمله. في منيو قدم المجتمع الدولي الشرس من مصاص الدماء، المجتمع الدولي الفامبايري مصاص الدماء، طالما لسه لم يشبع من دم الفلسطينيين فالقائمة ستطول. ايوة مصاص الدماء، ما هو مصاص الدماء ده اللي ما بيشبعش، هو بيعيش على الدم، بيعيش على شرب واكل الدم، مص الدم من الغلابة. فانا اشبه المجتمع الدولي الان بمجتمع مصاص الدماء اللي لسه مشبعش دم ولسه عايز كمان،
ما ارتواش من كل الدم الفلسطيني اللي سقط على مدار شهرين، ووصلنا الى دلوقتي 17 ولا 18 الف شهيد، ولسه العداد شغال والحسابة بتحسب. العداد شغال والحسابة بتحسب، ومجلس الامن معانا والفيتو معانا. والحقيقة عايز اقول لكم حاجة، الحقيقة فكرت فيها النهاردة، انه اكتر الناس وانا كنت منهم كل يوم زعلانين قوي على الشهداء اللي بيسقطوا، كل يوم زعلانين قوي على الشهداء اللي بيسقطوا طبعا. بس الحقيقة النهاردة الفكرة اللي جات لي وانا بتابع بقى فيديوهات من اللي بيحصل كل يوم في غزة وفي الضفة، لا ده انا عايز اقول لكم معلومة يمكن تغير وجهة نظركم وتفكيركم ورؤيتكم للاحداث. اوعوا تزعلوا على الشهداء لسببين. اولا الشهداء ما يتزعلش عليهم، الشهيد في جوار ربه وفي الدرجات العلى من الجنة، اللهم وعدنا اللهم وعدنا. واحنا دعوتنا ايه غير انه يا رب لما يعني تقبض ارواحنا وتسترد ودعتك فينا، اللهم انزلنا في الدرجات العلى في الفردوس الاعلى مع الصديقين والنبيين والشهداء. ففي النهاية اللي بيسقط شهيد طبعا بيوجع لانه اهله بيزعلوا، الم الفراق وقلق كل ده تمام، بس اوعوا تزعلوا عليه لان الشهيد ما يتزعلش عليه. ده احنا عندنا هنا اسر مصرية وامهات مصرية عظيمة لما وقع شهداء ليهم من ولادهم زغرته، فقال لهم انتوا بتزغرته؟ قال لك ايوه ابني في الجنة، طبعا هتعب على فراقه بس ابني في الجنة انا بزغرت لان الملائكة بتزفه دلوقتي للجنة. فكذلك شهداء فلسطين اوعوا تزعلوا عليهم، ازعلوا على الاحياء. ليه بقى؟ لان دول بيموتوا كل يوم من غير ما يموتوا. يعني اذا كنا زعلانين على 18 الف شهيد فلسطيني سقطوا في الشهرين اللي فاتوا، فازعلوا اكتر على 2,300,000 فلسطيني بيموت كل يوم من غير ما يموت، من غير ما روحه تطلع. بيموت ليه؟ ظلم واستعباد وضرب واهانة وقلة ادب وقمع وحصار وتجويع، كل حاجة ليها علاقة بسلب حقوق الانسان مع حصلة مع الاتنين مليون فلسطيني دول. فهؤلاء الاولى بالشفقة. يا مجتمع دولي، يا عالم يا متحضر، يا عالم يا اللي بتقول احنا اللي بدعنا الانسانية واحنا اللي بدعنا الاخلاق واحنا اللي بدعنا حقوق الانسان، 2 مليون فلسطيني كل يوم بيشوفوا الاهوال، بيشوفوا الاهوال حقيقة، بيتضربوا وبيهانوا في الشوارع، والجنود الصهاينة ولاد الصهاينة بيتلذذوا بإهانتهم وتعذيبهم في الشوارع، بيتلذذوا بإهانتهم وتعذيبهم في الشوارع. والفيديوهات ما أكثرها، خشوا بس أنا مش عايز أجيب علشان المناظر مؤذية، ومش عايز أبقى بشارك في المشاعر الصعبة اللي ممكن تحصل بسبب الفيديوهات دي. بس كل فيديو تلاقي 3-4 جنود صهاينة مستفردين بشاب ولا بست ولا بطفل في الشارع، واقفين عاملينه لعبتهم، ما فيش حد بيقول لهم بم. شفت فيديو بالكوع بتاع الآلي وقام ضربه على دماغه وقع، التاني جه جري قال له لا لا استنى بس استنى دوري دوري، بيلعبوا عليه لعبة استنى دوري، وبالبيادة اللي في رجله اللي قد كده وطخ طخ طخ بالشلاليت في دماغه لحد ما بقى فيه نافورة الدم نازلة. والواد التالت جه رابع النطع اللي معاهم واقف يصور، النطع الرابع بتاعهم واقف يصور اللعبة. ما هو العالم اهدى الاسرائيليين لعبة اسمها الشعب الفلسطيني. للأسف للأسف ده الواقع. العالم بصمته وبعجزه وامريكا بتحيزها وطغيانها وشيطانها اهدت الاسرائيل لا قانون ولا اخلاق ولا انسانية ولا حاجة ابدا. اعملوا اللي انتوا عاوزينه، تسليتكم تسلوا. بصوا حتى على الفيديو دلوقتي اللي هعرضه لكم ده، بعد ما دخلوا واقتحموا عشان الناس بتوع حقوق الانسان والناس بتوع الاديان والناس بتوع اللي بيقول لك بنعمل عملية عسكرية، بصوا بعد ما اقتحموا مسجد في جنين، ركزوا معايا، جنين دي فين؟ جنين دي في الضفة الغربية ما لهاش علاقة بغزة. جنين المسجد ده
في جنين، جنين في الضفة الغربية اللي هي فيهاش بني آدم حمساوي واحد خلقه ربنا، دخلوا واقتحموه وطردوا المصلين منه، واتفرجوا بقى البهوات الجنود بيعملوا ايه جوه المسجد. شغل الصوت يا احمد. خلقين كان مسجد بجنين بمين بي جنين انا زعت لكم من الاول عشان تسمعوا هو نفسه النطع اللي كان في الفيديو ده الجندي ده وهو واقف جنب المنبر في الجامع بيقول في الاول نحييكم من مسجد جنين بالعبري، طب نحييكم من مسجد جنين، وبعدين قام قايل بقى التلمودات والتوراتات والحاجات اللي هو بيقولها كذا وحته غنى، يعني بيلعب في قلب المسجد اللي هو المفروض من المقدسات الدينية اللي لها احترام في كل العالم، سواء مسجد ولا كنيسة ولا معبد، اي دار عبادة له احترام ولا تمارس فيه الا شعائره، لا تمارس في دار العبادة الا شعائره، يعني المسجد لا يمارس فيه الا الشعائر الاسلامية، والكنيسة لا تمارس فيها الا الشعائر المسيحية، هي دي حرية الاديان وهي دي الاخلاق وهو ده القانون الدولي. لكن مين اللي هيطبق القانون الدولي بأمارة ايه وليه؟ يفعلوا ما يشاؤون، يطردوا المصلين والجامع يبقى ساحة فضاء ليهم ويمسك المايك ويهزر ويلعب. في الفيديو التاني تنزلته عادل، الفيديو التاني بتاع الموتوسيكل، هات بقى الفيديو التاني عشان تعرفوا وتصدقوني لما بقولك انه امريكا والعالم بصمته ادوا الشعب الفلسطيني لعبة للاسرائيليين، اتسلوا مع فيهم، اعملوا فيهم ما بدلكوا. الفيديو ده للتلاتة اربعة انطاع برضو من الجنود الصهاينة، هو المدرعة واقفة معاهم، بعد ما قبضوا واعتقلوا الشاب الفلسطيني ورموه في المدرعة، الجندي خد الموتوسيكل بتاعه وقعد يلعب بيه والتاني بيصوره وبيعمل خمسات وبيأمرك وبيعمل عبده موتى في الشارع البيه، وبصوا ده واقف بيضحك لسه ما خلصش اصله مأجر مدتين البيه، خدوه من الشارع الشاب الفلسطيني بالموتوسيكل، قاموا واخدين الواد ضربوه ورموه في المدرعة اللي في الخلفية دي، وبعدين عجبوا الموتوسيكل فقعد يكروز بيه يخمز بيه في الشارع والبهوات واقفين بيلعبوا، اهو واقف بيضحك والتاني واقف بيصور واتنين واقفين بيسجروا. لعبة لطيفة اهداها العالم الى الشعب الاسرائيلي او الى الجيش الاسرائيلي، هو الشعب الفلسطيني، ومحدش قادر يقول بم. عشان كده بقول لكم اوعوا تزعلوا على الشهداء، اللي تزعلوا عليهم بجد الناس اللي بتطفح الكوتة وبتتهان وبتتعذب يعني بتزل كل يوم وللأسف مش قادرين نعمل لهم حاجة، والبهوات شفت الفيديو اول امبارح للمرشحين للرئاسة الامريكية، في مناظرة، فالمذيع بيسألهم بيقول لهم لو انت هتبعت رسالة لنتنياهو الرسالة هتقول له فيها ايه؟ كانوا اربعة ولا خمسة مرشحين واقفين، اقسم لكم بالله الاربعة ولا الخمسة بيتنافسوا في الانبطاح لنتنياهو، في طلب الولاء وفرض الولاء على من نتنياهو. الاربعة خمسة مرشحين، واحد قال له انا هرفع السماعة التليفون وقال له نتنياهو خلص finish the mission، خلص. اتنين لا هات التقرير بتاع الجوع التاني طلع قال له لو انا هقول لنتنياهو هقول له امريكا موجودة عشان انت تبقى مطمن، كده بالبجاعة دي، امريكا نتنياهو موجودة عشان انت تبقى مطمن،
والتالت يقول له احنا في ظهرك، امسح وطهر حماس من على الخريطة وافعل ما تشاء وفقا، والرابع يقول له امريكا ترى في اسرائيل لها حق الدفاع عن النفس، فبالتالي افعل ولا حرج وانا وراك. محدش فيهم قال بس اس اوب ولا حاجة ولا حاجة. مفيش طرف تاني، مفيش اطفال بتباد، مفيش ولا الهوى. ليه؟ لان دول ما لهمش اصوات في الصندوق في الانتخابات الامريكية. مين اللي له صوت؟ مين اللي بينجح وبيسقط في امريكا؟ اللوبي الصهيوني. فده اللي يتغازل، وده اللي يتداعب، وده اللي يتحضن، وده اللي يتباس، وده اللي يتطبطب. لكن التاني اللي مالوش صوت ومش هيأثر عليا يداس بالجزم وحدش له عندي حاجة. عرفتوا كيف تدار صناعة القرار في الغرب؟ مصلحة في مصلحة. اوعى حد يقول لنا بعد كده لا اخلاق ولا حقوق انسان ولا جنس من الحاجات دي. انتوا فشلة وظلمة وقتلة. وان شاء الله اليوم هيجي عليكم قريبا تقرير عما يواجهه الشعب الفلسطيني، مش من موت، من تجويع حتى الموت. ولا كهرباء، مرميين في الشوارع، ما عندنا دور، وين بدهم يروحوا فينا؟ يودونا نموت موت جماعي، يتوكل على الله. أبسط متطلبات الاستمرار في الحياة لم تعد موجودة داخل حدود القطاع المنكوب، فقط البطون الخاوية التي يعتصر الألم أحشاءها كل دقيقة. ففي قطاع غزة لم يعد النزوح والفرار من القصف الإسرائيلي الوحشي يعني النجاة، فقسوة الجوع أصبحت أشد وطأة من المدافع والصواريخ. في ظل رفض تل أبيب دخول المساعدات الإنسانية المتكدسة أمام معبر رفح في حين يفصلها عن المحتاجين لها أمطار قليلة، وأصبح الجوع سلاحاً جديداً في يد إسرائيل بعد أن فشلت في كسر مقاومة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، حيث لم يفلح معهم ما يقارب 70 يوماً من القصف المستمر للمنازل والأحياء، خلفت 18,608 شهيد، بينما أصيب 50,000 ولم يجبرهم الخوف من الموت على الرحيل وترك أرضهم كما كانت تخطط تل أبيب. فقال برنامج الأغذية العالمي إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة، وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة لإيجاد الغذاء لإطعام أسرهم. ويظهر رصد أجراه البرنامج بالهواتف أن ما بين 83% و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، و18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر الماضي. وقال ستيفن دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن اشتداد الجوع داخل القطاع يعود بشكل كبير إلى القتال الكثيف وما يفاقمه من شح الإمدادات الطبية الأساسية والمياه والوقود والغذاء، وأضاف أن 14 فقط من مستشفيات غزة 36 ما زالت تعمل وإن كانت تقدم خدمات محدودة، منها مستشفيان صغيران في الشمال و12 في الجنوب. وذكر أن 80 شاحنة تقل إمدادات إنسانية و69,000 لتر من الوقود تدخلت من مصر إلى غزة بشكل شبه يومي، وأشار دوغاريك إلى أن ذلك يقل كثيراً عن المعدل اليومي المقدر ب 170 شاحنة و 110,000 لتر من الوقود التي دخلت إلى غزة خلال الهدنة الإنسانية في الفترة بين 24 و30 من نوفمبر، في حين قبل 7 أكتوبر كانت 500 شاحنة تدخل غزة يومياً أثناء أيام العمل من كل أسبوع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى لاستشهاد 300 كادر صحية وتدمير 102 سيارة إسعاف، وأبدت الوزارة خشيتها من وفاة 12 طفلاً موجودين في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة. ودعت الوزارة المؤسسات الأممية لسرعة التدخل وتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكل مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة،
مشيرة إلى انتشار الأوبئة وعدم توفر المياه النظيفة، حيث رصدت الطواقم الصحية 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، مرجحة أن يكون العدد أكثر من ذلك بكثير. فإسرائيل تنفذ بشكل حرفي خطة الجوع التي لجأ إليها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية، حيث قام الجيش النازي بمنع الطعام من الاتحاد السوفيتي وإعطائها للجنود الألمان والشعب أيضاً، وقد نتج عن هذه الخطة موت الملايين من الجوع، وأيضاً عملية باربوسا عام 1941 والتي تسببت في غزو الاتحاد السوفيتي، وكان الهدف من تلك الخطة هو الدعم الحربي والحفاظ على الأسلوب المتبع للحصول على الطعام من الأراضي المحتلة بأي ثمن. واليوم وبعد أكثر من ستة عقود على خطة الجوع النازية، لجأت تل أبيب إلى نفس الخطة لتتخلص من الشعب الفلسطيني، ويعد استخدام التجويع كأسلوب حرب جريمة من جرائم الحرب، وكما هو معترف به من خلال المادة الثامنة والثانية هه والتاسعة عشر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ICC. من ناحية أخرى، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها تمكنوا خلال 72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جندياً إسرائيلياً في قطاع غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول عدد الشهداء إلى 18,884 شهيداً ونحو 55 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، ويعد هذا العدد هو الأكبر منذ بداية الصراع منذ عام 1947. الطعمية طلعت بشطشطة، طلعت بشطشطة زيادة عن اللزوم. طعمية صنعة في مصر، وحلاوة مصر وجمال مصر وفخر مصر في الرياضة اسمه النادي الأهلي. والحقيقة في بعض الأحيان تلاقي الكلام خلص، تلاقي الكلام خلص، ما تلاقيش كلام تقوله وانت بتشجع الأهلي عن كمية الفرحة اللي بيصدرها لك الأهلي، كمية الفخر اللي بينوله لك الأهلي وانت رافع راسك وانت بتشجعه وانت بتتفرج عليه وانت منتميله. يا أخي الأهلي تراهن عليه وانت مغمض، تراهن عليه وانت مغمض. اوعى تاكل بقى من ان الأهلي مستوى متذبذب، الماتشات الأخيرة الأهلي ما كانش كويس، اللعيبة مش عارف ايه، الأهلي ما عندوش فروت صريح، الأهلي عنده مشكلة في الوسط، مشكلة في الدفاع، مشكلة في الهدوم، يبقى عنده مشكلة المشاكل. لكن تعمل كده وتراهن على الأهلي وانت كسبان. الرهان على الأهلي رهان في المضمون، الرهان على الأهلي رهان في المضمون. في كل مرة، في كل مرة الأهلي يوضع في امتحان عالمي عشان يشرف الكرة المصرية وعشان يسكت كل الألسنة التي تتقول عليه، ينجح بامتياز. ده مش بس ينجح، ده يجيب العلامة الكاملة، يجيب العلامة الكاملة لنفسه ويعلم على غيره. الأهلي امبارح قدم ملحمة كروية سيمفونية رائعة في ملعب الجوهرة. امبارح الاهلي خد الجوهرة ومشي، لا ده الاهلي هو الجوهرة الحقيقة، يعني الاهلي هو الجوهرة الحقيقية لكرة القدم المصرية والافريقية والعربية والعربية. والدرس امبارح الاهلي ادى درس، مش بس ادى درس في فنون الكرة وفنون اللعب وفنون الروح القتالية وفنون الانتماء للنادي، للاعبي اتحاد الجدة اللي ليهم كل احترام على المباراة المحترمة اللي هم قدموها، لا ده درس كمان في فنون صناعة الرياضة والاستثمار الرياضي. انه المشروع، واخدين بالكم انتوا، المشروع اللي اسمه الاهلي هو المشروع الحقيقي، هو المشروع الصح، هو المشروع المبني على علم واسس وتخطيط وادارة وموهبة وفلوس.
شفت انا حطيت فلوس امتى؟ تخطيط وإدارة وموهبة وروح وقتالية وفلوس. امبارح درس في كل شيء، في الأخلاق الرياضية وفي القتالية. امبارح اداني الأهلي درس انه القلب اهم من القدم في كرة القدم. القلب ما تلعب بقلبك وتخلص من قلبك وتحب فريقك وتشيرتك وجمهورك من قلبك تتفوق على اي مليارات وملايين دولارات ويوروهات موجودة قدامك في الملعب. مش بالاسماء، مش بالاسماء ولا بالارقام ولا بالدولارات، بالقلب والروح والعطاء. امبارح كل الناس قالت لك مستحيل اللعيبة من وجهة نظرهم المغمورين اللي في الاهلي دول يعملوا السيرك القومي ده على اللعيبة اللي كل واحد منهم بفرقة. بنزيمة تمنه لوحده بفرقة، كانتي تمنه لوحده بفرقة، فابينيو تمنه لوحده بفرقة، لكن مش بالاسماء. امبارح بنزيمة وكانتي وفابينيو وكل الشلة واقفين بيتفرجوا على كوكا. كوكا اللعيب اللي عنده 20 سنة وكان واحد من نجوم المباراة، اتفرجوا على مروان عطية وواحد من نجوم المباراة وخد مان اوف ذا ماتش، رجل المباراة. وطبعا كل نجوم الاهلي بلا استثناء امبارح، حتى وانا اسف اهو، عارفين الفيلم بتاع احنا اسفين يا صلاح، انا اسف يا محمد يا هاني. محمد هاني الحقيقه انا مش عارف هو الظاهر مولود في كاس العالم للانديه، يعني محمد هاني طول السنه شخص وفي كاس العالم للانديه بني ادم تاني بيجلجل ويفتكر الكوره ويفتكر كل حاجه حلوه في كاس العالم للانديه، فاكرين مباراته التاريخيه اللي عملها قدام بايرن ميونخ، وامبارح عمل كمان مباراه تاريخيه خلى الجنب اليمين ده شارع باسم محمد هاني سواء في الدفاع او في الهجوم، ما خلاش اتحاد جده يفوت ولا مره ولا يعمل اي خطوره من الجانب اليمين اللي كان مختوم بالشمع الاحمر باسم محمد هاني. ياسر ابراهيم لاعب بدرجه ذكر، ياسر ابراهيم خد بالك ده جندي مجهول، لاعب بدرجة ذكر، ما خلناش امبارح نحس ان في واحد اسمه كريم بنزيما في الملعب. علي معلول هو قلب الاهلي النابض، وكل ما يكبر في السن يعتق زي السجاد الايراني كده يغلى ثمنه. علي معلول كل ما يكبر كل ما يعتق وكل ما يجود وكل ما يغلى ثمنه وقيمته وادائه وروحه، كانه ابن من ابناء الاهلي اتربى وعاش في الاهلي. اما عن الثلاثي الامامي بيرسي تو كهربا وحسين الشحات فالله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، ثلاثي ناري ولا واحد منهم مهاجم صريح، بس الثلاثه تباروا في خلق الفرص وتنظيم الهجمات وتمثيل الخطوره على دفاع اتحاد جده بشكل الحقيقه خلى كل كوره الاهلي رايح بيها تمثل خطوره. ما عنديش كلام اقوله غير انه ربنا يخلينا الاهلي رافع راس طول الوقت ورافع راس مصر طول الوقت وزعيم الكرة في افريقيا والعرب. واتمنى بقى، اتمنى ان الناس تتعلم الدرس. وكمان تحديدا عندي رسالة للصديق او الزميل العزيز الاعلامي وليد الفراج. يا ويل، هو ده وقت هزار؟ هو ده وقت هزار؟ قال كنت بتمزح. قال على العموم عشان تعرف ان احنا مش عصبيين كمصريين، ولا احنا بنشيل من حد، ولا احنا بنتضايق من حد، وبنسيب كل حد يطلع اللي في لسانه واللي في قلبه واللي يبعبع يبعبع، كل واحد حر. هقول لك اهو يا عم ماشي، احنا موافقين وهنعديها لك انها كانت هزار، بس انا متاكد ده ما كانتش هزار. هو ما هو في قناعتك انه فعلا الدوري السعودي والكره السعوديه والمشروع السعودي دلوقتي في حته تانية؟ بس ليه بتسبق؟ يعني ليه بتسبق؟ انا من كام شهر كده وجهت لك رساله لما قلت ان الديربي السعودي في حته تانية برضو، قلت لك انت ليه المقارنه؟ ما تبعد يا عم الحاج وافرح انت بدوريك وافرح بمشروعك وافرح بكورتك وسيبنا نفرح بكورتنا احنا. المقارنه بتعمل مشكله. ما سابش برضو وما تعلمش الدرس ساعتها، وقام جاي قال لك قبل الماتش بيومين لا والاهلي مش عارف ايه واتحاد جده كل ما الاهلي يشوفه يخاف منه، الاهلي واتحاد جده يعلم على الاهلي كل ما بيشوفه قبل جده. والناس طلعت، والله والله العظيم في ناس سعوديين طلعوا
قبل الماتش امبارح ردوا على وليد فراج قال له ما تستنى ما تسكت انت ليه بتستعجل. فلما حصل اللي حصل امبارح طلع مباشره بعدها وليد الفراج وقال الكلمتين دول. اهو احلى سؤال اللي السؤال اللي انت سالته يا ويل في اخر الفيديو ده، ليش الاهلي يسوي كل هذا؟ يا الاهلي انت مين؟ ما هو لو الناس عرفت وفهمت كانوا عرفوا التركيبة، عرفوا سر الخلطة، عرفوا سر العظمة، سر اعظم نادي في الكون. لكن الحمد لله انه لحد النهاردة الناس بتضرب اخماس في اسداس ومش عارفين الاهلي مين، الاهلي فين، الاهلي ازاي. قال لك سدد كل الفواتير وساب تبس كمان، بس ما فيش فواتير وما فيش تبس بين الاخوات وما فيش تبس بين الحبايب وليد وما فيش اي نوع من انواع التفاضل بيننا، عادي جدا لان احنا في النهاية شعب واحد وقلب واحد وتلاتة واحد، فبالتالي ما فيش اي فرق يعني. فخلي صدرك كده يعني واسع، وكرة القدم دايما تجمعنا ما تفرقناش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الاهلي. طيب هنروح دلوقتي الى هذا التقرير. وزارة الداخلية الحقيقة في اطار مبادرة كلنا واحد ومراحلها المتتالية والمسؤولية الاجتماعية الممتازة اللي بتقوم بها وزارة الداخلية الحقيقة في مساعدة الطبقات والشرائح المصرية في ظل الغلاء وظل الأسعار وظل الأزمات الاقتصادية، بتعمل مجهود رائع سواء في مبادرة خفض الأسعار ومبادرة مع الشركات والسلاسل التجارية لخفض الأسعار وعمل نوع من التخفيضات، أو حتى على مستوى المساعدات اللي بتقدمها للمرأة المصرية خصوصا المرأة المعيلة، ووفود وفرق من وزارة الداخلية بتنزل وبتبحث الحالات بالنسبة للمرأة المعيلة الأكثر استحقاقا وبتقدم لهم كل المساعدات التي تعينهم على معايشة الحياة بشكل حر وآدمي وكريم. استمرارا لفعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان برعاية السيد رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على السيدات بخاصة المعيلات في المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي كتر ألف ألف خيره إن هو قدم لنا النهاردة حاجة جميلة جدا. ربنا يخلي وزارة الداخلية وأهل وزارة الداخلية ويجعل حسكم معنا شاكرين. جزاك الله كل خير وجزات السيسي كل خير يا رب، وإن شاء الله ربنا يعطيه اللي فيه الخير بإذن الله. نشكر وزارة الداخلية جدا يعني على اهتمامهم بينا. ربنا يرعاكم ويحفظكم يا رب، ربنا يرعاكم ويحفظكم دايما يا رب، دايما دايما. تحيا مصر. بشكر سيادة الرئيس ان هو بيقف معانا دايما وبيساعدنا وعلى طول واقف جنبينا وبيدعم كل الناس اللي محتاجه، وكتر خيره ان هو بيقدر يعني يساعدنا ويفضل دايما يساعدنا يا رب. ربنا يبارك لنا فيك يا رئيس. نبسطونا والحمد لله، فالله يبارك فيهم ويديهم الصحه والعافيه يا رب. طبعا هم المصريين. الله يبارك فيكم وينصركم وبارك فيكم. شعب مقدر قيمة بلد. الحمد لله على ان الرئيس السيسي ان هو بعت لنا مبادرة ان تسأل علينا. دخلت الضباط فرحتنا جدا طبعا، وسؤالهم ولغاية ما بيقولوا لنا احنا زي اولادكم لو انتم محتاجين اي حاجة. استقبلت السيدات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير تقديرا لما تقدمه الوزارة من دعم ومساندة لهن على مدار العام. بنشكر رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. نشكر وزارة الداخلية على تفاهمنا ان هي تجينا وتشرفنا في محافظة الوادي الدجله. طول عمر الشعب ده ايد واحدة والفربط واليوم الدين. حسيت بفرحة وسرور والله العظيم، حسيت بيكم بصراحة. اشكر
بشكر مبادرة كلنا واحد، وبوجه تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له وكلنا معاك يا ريس، وبنشكرك وتحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. والله فرحانة ومبسوطة ان انتوا جيتوا خبطتوا علينا. طول عمر الشعب ده ايد واحدة. شكرا لمبادرة كلنا واحد ان هي مساعدانا وواقفة معانا، وشكرا لسيادة الرئيس ان هو داعمنا دايما، وتحية مصر. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تحمل مساعدات عينية متنوعة إلى السيدات وبخاصة المعيلات، سواء في الأماكن التي أعدت لاستقبالهن أو بأماكن إقامتهن، والتي حرصت الوزارة على التوجه إليها بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بكل المحافظات. شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكراً لضباط جنوب سيناء، وشكراً لكل الناس اللي تعاونوا وعطونا الهدية الجميلة دي أول. والله إحنا مبسوطين وكويسين وفرحانين باللي هم بيعملوه معانا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عارفها. تحيا مصر، تحيا مصر متمرغة. تحيا السيسي. أنا فرحانة النهاردة وجاتنا مبادرة كلنا واحد. تحيا مصر وشعب مصر وكل مصر، وخلينا الرئيس. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي حاجة معانا مساعدنا بيها. وعمر يا مصر عمار يا كل سنة حضرتك طيبة، وإحنا دايما موجودين معاكي في أي وقت وفي أي مكان. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نسلنا غير. دعم متواصل ومساهمات إيجابية من وزارة الداخلية تجاه المجتمع بكل فئاته، وفي المقدمة المرأة وبخاصة المعيلة، لتؤكد وزارة الداخلية أنها داعم رئيسي للمجتمع على مدار العام بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. رئيسنا السيسي إن هو أول رئيس يستهم بالمرأة المصرية في سهاج. مبسوطة والشعب كله مبسوط وكلنا بخير، وخلينا الرئيس السيسي. ده هدية حلوة قوي من يدكم، ويبارك فيكم وتطرح فيكم البركة والجنة طوالي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مسك ختام حلقه يوم السبت حصه الارقام او حقيقه الارقام. شرف ونور الاستاذ عبد الناصر قنديل. مساء الورد يا استاذ عبد الناصر. مساء الفل يا صاحبي. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. تمام، كل سبت وانت طيب وانت بالصحه والسلام. طبعا الاسبوع اللي فات كان عنوانه الرئيسي الانتخابات الرئاسيه في مصر، شفنا ثلاث ايام كان فيهم عرس وفرح ولوحه عظيمه رسمها المصريين. اعتقد كلنا شفنا المشاهد والفيديوهات، لكن ناقصنا كمان ان الارقام تأكد لنا حقيقة ما حدث. أنا معاك تماما، يعني الأرقام هنا مهمة جدا، وربما النهاردة إحنا هنعمل تمهيد للأرقام لأن النتائج ستعلن يوم الاثنين القادم، وبالتالي إحنا النهاردة هنروح لمنطقة مهمة جدا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهي أن المصريين في خلال الأيام الثلاثة خرجوا بكثافة لانتخاب المنصب الأعلى في السلطة التنفيذية، و المنصب الذي تتجسد فيه الإرادة الشعبية بشكل كبير، لأنه بمفرده يمثل إرادة المصريين. صحيح. وربما العملية الانتخابية المرة دي مهمة جدا أننا ناخد أو نحط لها شعار أنها كانت انتخابات السوابق والانفرادات. السوابق والانفرادات، لأنها شهدت مجموعة مهمة جدا من السوابق. لو بدينا مع بعض بفكرة نسبة 45%، النسبة التي أعلنها المستشار أحمد بن داري بعد أول 18 ساعة تصويت، الخامسة مساء اليوم الثاني من التصويت، أن عدد من صوت مساء تاني أيام التصويت، تاني بس أيام التصويت. أعلن أن احنا وصلنا ل 45%، إن احنا تجاوزنا نسبة 45%. النسبة دي بذاتها أعلى من النسبة التي تحققت في عمليتين انتخابيتين كاملة.
والفارق حوالي 2% بينها وبين العمليتين المتبقيتين. حلو. أعلى عملية كانت رئاسة 2014 47.4%. ده كل العملية بتاعت 2014؟ كل العملية كاملة. حلو. أنا هنا عملت 45% في أول 18 ساعة من ساعات التصويت، وبالتالي احنا رحيل لنسبة غير مسبوقة وربما تؤرخ لآلية مختلفة في قياس جماهيرية العمليات الانتخابية. ممتاز. وبالتالي ده بعد مهم جدا. لو نقلنا منه لسابقة أخرى وهي الاستعلامات. الاستعلام هو آلية أتاحتها الهيئة الوطنية للناخب كي يعرف مقر لجنة الاقتراع ورقمه في الكشف. حلو. أعلنت الهيئة إن اليوم الأول بمفرده شهد 6 مليون عملية استعلام. 6 مليون في أول يوم. الرقم ده أعلى مما شهدته الانتخابات الرئاسية السابقة ل 2018 كاملة خلال فترة إجراء العملية اللي هي امتدت لمدة 224 يوم. الستة مليون دول متقسمين 5 مليون. 5 مليون كانوا برسائل الهاتف اللي بتطلب عن طريق رقم مجاني. أيوة. في 500,000 عن طريق البريد المصري و500 عن طريق الاتصال بدليل الهاتف الأرضي. مجموعهم 6 مليون. مجموعهم 6 مليون. ده الرقم الأكبر، وده كان رقم مهم جدا يبين كيف كان المصريين مهتمين متحفزين عندهم الرغبة للمشاركة. لو رحت للانفراد الآخر وهو نفاذ الأدوات، لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية التي تعتمد على آليات الاقتراع إننا نلاقي أدوات التصويت تنفذ. بدءا هبدأ ببطاقات الاقتراع. بطاقات الاقتراع الهيئة الوطنية أعلنت إنها طبعت 70% من إجمالي كتلة الناخبين في مصر. حلو. وإن الرقم التقريبي ده مقاس على مجمل من شاركوا في العمليات الانتخابية السابقة من المصريين اللي هي النسب اللي قلنا عليه. حلو. وبالتالي هو كان بيتكلم إن عنده 30% من البطاقات أزيد من آخر عملية سابقة. البطاقات دي من اليوم الأول نفذت في عدد من لجان الاقتراع. وخرجت الهيئة قالت إنها بدأت تحرق بطاقات من لجان إلى لجان أخرى وأمرت بطباعة بطاقات حسب كثافة التصويت. حسب الكثافة. زائد الطباعة. صناديق التصويت برغم إن ورقة التصويت وحضرتك شفتها عبارة عن كارت صغير الحجم، وإن صناديق الاقتراع موجودة معانا من 2012 لحد النهاردة، إلا إن ظاهرة نفاذ الصناديق بالصناديق الاحتياطية كانت ظاهرة بكثرة في هذه المرة. هي. وده كمان بيدي ملمح لمدى الإقبال والحشد اللي هنشوف نتائجه في النتائج النهائية. مد فترة التصويت، ربما احنا متعودين إن ممكن يبقى عندنا مد في اليوم الأخير، لكن هذه الانتخابات امتازت إن كل أيام التصويت تم المد فيه. يعني لو ضربنا مثال المد هنا الأستاذ عبد الناصر قصده عليه أنه كل من كان داخل المجمع التصويتي أو الانتخابي قبل 9 مساء القاضي مد التصويت لحد ما كل اللي جوه المجمع يصوت. فترة التصويت من 9 صباحا إلى 9 مساء مع ساعة راحة من 3 إلى 4 للقضاء من أجل الغذاء هو موظف اللجنة. الساعة 9 القاضي أي حد موجود داخل مقر جمعية الاقتراع اللي هو المدرسة بيقفل عليه ويستمر التصويت لحين نهاية آخر صوت. صح. محافظ القاهرة أعلن إن اليوم الأول شهد مد في 18 لجنة، اليوم الثاني شهد مد في 27 لجنة، الجيزة في مد ال 25 لجنة فرعية، اليوم الأخير 16 محافظة تم مد التصويت فيه. وده يظهر أيضا حالة كبيرة جدا عندي من الاحتشاد والتواجد. صحيح. لو خدنا من هنا بقى الفئات الأبرز في التصويت، وأنا عايز أقولك إن الفئات الخمسة الأبرز عايزك تربطهم بالمواد رقم 11 ورقم 243 و244 من الدستور عشان نعرف عليك. اللي هم كانوا خاصين بتعزيز هذه الفئات. الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد كثافة التصويت كانت هائلة. وربما احنا الاسبوع الجاي مع بعض هناخد مؤشرات خاصة بكل فئة على مستوى عدد الاصوات وعلى مستوى المحافظات وطبيعتها كمان. تمام. عشان كده احنا رايحين هنا اشارة ذكية جدا منك يا استاذ عبد الناصر في فكرة الفئات اللي استمتعت ببعض الحقوق والمزايا في الدستور انعكس على مشاركتها وتصويتها على مستوى المشاركة والتصويت، وده هيبقى جزء مهم جدا معنا. ده كان محاولة للإطلالة سريعة على الانتخابات، لكن خلينا أقولك أن النهاردة لازم نستعيد الذاكرة مع ملف أو مع جرح نازل بشكل مستمر وهو الأشقاء طبعًا في غزة. طبعا ملف غزة ملف حاضر بشدة عندنا ولا يمكن نسيانه.
مهم جدا كمان الناس تبقى مستوعبة حجم الكارثة الموجودة على الأرض وحجم الدمار وعلاقته بانهيار مجموعة القيم الدولية التي كان البعض يتشدق بها في فترات سابقة. مظبوط. احنا النهاردة هنلاقي نفسنا واحنا بنتكلم في ظل وجود 19,074 شهيد. احنا وصلنا 19,000؟ 19 ده الرقم الأخف. لو انا خدتك للرقم الأعلى اللي اعلنته منظمة حقوق الإنسان اللي مقرها جنيف على العدد يطلع على 24,800. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالرقم ده بس أنا بتكلم عن شهيد كل 5 دقائق. عايزك تفتكر معايا أن احنا لما عرضنا أول مرة كنا نتكلم على شهيد كل 6 دقائق. ده معناه أن متوسط الزمن بيقل، فمعناه أن الجرائم بتزيد. بالظبط. عندي الجرحى 54,385 جريح موجودين مع نقص للمواد بشكل كبير. الوحدات المدمرة عندي 305,000. النازحين 1,850,000. عايز أقول لك في كل دقيقة أنا عندي 20 شخص يغادر منزله. كل دقيقة 1,850,000 نازح. 1,850,000 نازح بلا مسكن، بلا مأوى، بلا إمكانيات، ونحن في بدايات فصل الشتاء. وأعتقد أنك عرضت هنا لقطات مهمة جدا بتبين مدى قساوة الأوضاع هناك. صحيح. لكن الرقم هنا مهم. المفقودين تحت الأنقاض الذين لم نصل حتى الآن لعلم عنهم 7,780. يعني دول 7,700 دول مرشحين أن هم ينضموا إلى الشهداء. هم بالأساس شهداء إلى أن يثبت العكس. الى ان ننقذ مفقودين منهم. اذا لقينا منهم او وصل علم ان في مجموعات النازحين في بعض الاحياء، لكن هم بالاساس شهداء. مضافين الى رقم لكن الشهداء. لكن انت الجرافات طبعا يعني طبعا. نقطة مهمة. الاعتقال زاد ل 4,400. انا عايزك تاخد بالك ان احنا لما عملنا الهدنة كنا منبدل 1 إلى 3. اي. فده يوريك هم بيتعاملوا مع هذا الموقف بأنهي صحيح. معنى وبأنهي طريقة. صحيح. لو رحت بقى لتوزيع الشهداء هلاقي ان الاطفال وصلوا ل 8,073 شهيد. لما اخدهم من 19 انا واصل لحوالي 46% من اجمالي. دي قتل على الهوية. يعني في تعمد لقتل الاطفال. النساء 6,211 مجموعهم الاثنين مع بعض يبين ان العملية ليس الهدف منها اطلاقا حماس. وإنما الهدف منها القضية الفلسطينية. بتتكلم على 8,000 و6,000 يعني 14,000 دول يمثلوا أكثر من 70% من الشهداء. بالظبط كده. فأكيد يعني أنت ما بتدورش على حماس ما بين الأطفال والنساء. خالص بالظبط. ده جزء مهم جدا في المشهد. الكوادر الطبية، استهداف الكوادر الطبية واضح عندي. الصحافة وأظن إحنا إمبارح شفنا يعني عملية قتل بدم بارد تمت. ان اصابة لمصور قناة الجزيرة وتركه لمدة 6 ساعات واقامة حزام ناري يمنع الاسعاف انها توصل له. فده كان امر مهم جدا. النهاردة اعتقد مصور او مراسل للوكالة التركية كمان اهين واتضرب واتنقل على المستشفى لتلقي العلاج وكان حالته صعبة جدا. ويعني ده جزء مهم. الكوادر التعليمية موظفي الانروا 135 موظفي الامم المتحدة اللي هو يعني مفروض انهم بيتمتعوا بأقصى حماية. اللي عارف يا استاذ عبد الناصر طبعا هم يضحك وهم يبكى. عارف المثل اللي بيقول لك جبتك يا عبد المعين بالظبط تعني لقيتك انت يعني دول اللي جايين يساعدوا محتاجين حد يساعدهم. بالظبط. وحتى المنظمه الدوليه نفسها مش قادره توفر لهم مثل هذه الحمايه التي تنقذ. تمام. ده كمان انعكس عندي في الاوضاع الصحيه. يعني لما نيجي نبص على الاوضاع الصحيه هنلاقي ان شهداء الاطقم الطبيه 309، عربات الاسعاف المدمره 59 عربه. انا عايز اقول لك كل اللي دخل في فترة الهدنة 41 عرب. يعني حتى ما قدرناش نعمل استعاضة لهذه السيارات. المستشفيات المتضررة 25 والمدمرة تدمير مطلق غير قابلة للعمل 22 منهم. فده معناه ان الاوضاع الطبية. طبعا انا لو اربط الرقم هنا احنا لو فاكرين مع بعض احنا اتكلمنا ان غزة كلها فيها 35 مستشفى. صح. صح. ده معناه ان في 22% منهم خرجوا من الخدمة تماما. 13 يعملوا منهم 3 اصلا شبه متوقفين عن العمل. اخر حاجه عندنا هي دمار البنيه التحتيه في المشهد هنا. ودمار البنيه التحتيه بيتكلم على الوحدات السكنيه المتضرره 254 وحده. ده معناه كل دقيقه في 4 وحدات يجري ضربه من الرقم ده بس. ايوه مفهوم. السكني المهدم 52,000.
المباني المهدمة اللي هي انهارت كاملة 25,000 ودي تمثل 60% من إجمالي المباني الموجودة داخل قطاع غزة. أي. المدارس 352 منهم 227 مدرسة لم يعد لها وجود. وعايز أقول لك المدارس مش بتضرب باعتبارها مدارس. لم يعد لها وجود. لم يعد لها وجود نهائي. الوحدات دي بتضرب على أساس أنها بتبقى أماكن إيواء. فهو كمان بيمحو أماكن الإيواء عشان يعني يضرب بيتك وبعدين المكان اللي تلجأ له يضربه. تلجأ له. فحيث أنك تتنك في العراء في الشوارع تبقى عرضة لعمليات القتل التي تتم بشكل رئيس عن المباني الحكومية 126 مبنى من 220 مبنى هم إجمال المباني الحكومية في قطاع غزة بأكمل. دور العبادة 117 دار عبادة منهم 7 كنائس و 110 مسجد. ال 110 مسجد منهم 103 مسجد انهاروا يعني لم يعد لهم وجود. لا حول ولا قوة. وبالتالي الصورة بشكل عام صورة شقة تامة. حتى ده لو كمان الأرقام والإحصاءات اللي حضرتك بتقولها لنا دي يا أستاذ عبد الناصر لو مشاهدي آخر النهار هيبقوا متابعين معانا أسبوعيا الفقرة بيقدمها أستاذ عبد الناصر هتلاقي ان احنا امام وتيره بتزيد مش بتقل. بالظبط. احنا داخلين دلوقتي في الشهر الثالث. بالظبط 68 يوم النهارده واحنا بنتكلم. احنا في الشهر الثالث عدينا 60 يوم ودلوقتي 8 ايام في الشهر الثالث. معناها انه العمليه لا تنخفض لا تهدأ. ده بالعكس وتيرتها بتزيد سواء في تدمير الاحياء والمباني السكنيه زي ما حضرتك تفضلت او انخفاض معدل سقوط الشهداء في الدقائق. ده معناها انه العدوان هي بيزيد. عمليه اباده كامله للقطاع بحيث انه خدنا عايزين نربطه بقى بان الحكومه الاسرائيليه اعلنت انها محتاجه شهرين بهذا الشكل لسه. الامريكان ربما بحاولوا يضغطوا انهم يبقوا اسبوعين بس لما تيجي تقرا الارقام اعتقد حتى الاسبوعين لما هيخلصوا لن تكون هناك غزه على وجه الارض عشان خاطر نقدر ندافع عنها او والله يا استاذ عبد الناصر ولو كره الكارهون ستبقى غزه والاحتلال والعدوان هو اللي الى زوال. لكن مهم ناخد بالنا لان ده سيترتب عليه جهود في الفتره القادمه. شرفت ونورت وابدعتك المعتز عبد الناصر. شوفك السبت القادم على خير باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. ده كان مسك ختام حلقتنا. هنروح للختام وفي التاسعه والنصف ان شاء الله ودقيقتين كده تلتقوا مع استاذنا الاستاذ دكتور مبروك عطيه. أشوفكم بكرة على خير.